أهلا بكم. يقول المراقبون أن العملية السياسية في العراق بلغت عتبة الاحتضار الكامل بسبب الصراعات الحزبية المزمنة، وأصبح هذا النظام على حافة الهاوية بعد انهيار كل محاولات إصلاحه وتقويمه من الداخل والخارج، حيث أصبح الفساد مثلا جزءا أصيلا من هذا النظام السياسي، كما تحولت الطبقة التي تحكمه إلى مجاميع من المافيات والعصابات المحمية بالميليشيات الطائفية التي تتولى النهب المنظم لمقدرات العراق بعد تسليط هذه القوى على حكم العراق منذ العام 2003، بعدما كانت شخصيات مغمورة وتافهة جلبها الاحتلال الأمريكي من صفوف ما يسمى بالمعارضة العراقية السابقة. ومنذ 20 عاما تتعاقب نفس الوجوه على حكم العراق مكررة نفس الأطروحات القديمة البالية المتهرئة في محاولة واضحة لكسب تأييد الرأي العام العراقي وإيقاف حالة الانهيار الشامل للعملية السياسية الفاسدة المتخلفة والبقاء في السلطة باسم الديمقراطية. ولكن رغم كل هذه الألاعيب والحيل والخداع، لكنها فشلت في إنقاذ هذا النظام المتهرئ الذي يسرع الخطى إلى نهايته المتوقعة كما يقول الناشطون والمراقبون السياسيين. مناقلة وتدوير العملية السياسية لنفس وجوهها والتيارات القديمة وذات الطروحات البالية المستهلكة وإن كانت بمسميات جديدة هو الذي سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: ما الذي كسبه العراق من تدوير نفس وجوه العملية السياسية القديمة وطروحاتها البالية خلال 20 سنة الماضية؟ وهل تصنيع كيانات وأحزاب جديدة تحمل أسماء وطنية سيقنع الرأي العام العراقي لانتخابها مرة أخرى وحملها إلى البرلمان ومقاعد السلطة الفاسدة؟ ألم تنكشف لعبة تصدير وجوه سياسية جديدة تديرها وتحركها قوى السلطة القديمة من خلف الستار؟ ولماذا فشلت كل الانتخابات السابقة بكل أحزابها وتياراتها السياسية القديمة والجديدة المصنعة في إيقاف انهيار العملية السياسية والتخلص من قواعدها الطائفية والإثنية؟ ضيف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي قحطان الخفاجي. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من برنامج طاولة حوار، تبحث الحلقة في تدوير العملية السياسية لوجوهها السابقة وكياناتها وأحزابها والفشل الذي آلت إليه هذه العملية. ضيفة الطاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، والدكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية سيكون معنا عبر سكايب. أهلا وسهلا بالضيفين الكريمين. حياكم الله. أهلا وسهلا بك، حياك الله. دكتور، نبدأ مع دكتور رافع الفلاحي. دكتور، الحقيقة منذ 20 عاما العملية السياسية تدور وتناقل في نفس وجوهها السياسية القديمة بنفس كياناتها وأحزابها، والحقيقة هذه المناقلة والتدوير لم يفضي إلى شيء، العملية السياسية إلى انهيار والعراق أيضا إلى انهيار على كل المستويات. بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أستاذ ماجد وحيي ضيفك الكريم دكتور قحطان. الحقيقة نعم، يعني إذا ما أخذنا الفترة التي سبقت 2003 احتلال العراق، الفترة التي كانوا يعدون فيها لقيادات ستأتي وتتولى الحكم في العراق، يعني هذه لم تأتي فجأة، يعني مو أمريكا قررت قبل يوم قبل شهر مايس أو نيسان 2003 وجابت وأتت بهؤلاء، لا، هذه كان لها فترات كثيرة من الإعدادات الكذا وصولا إلى مؤتمر لندن وغيرها ومؤتمر شقلاوة، فترة مرت كثيرة الإعدادات وأجهزة استخباراتية ومخابراتية اشتغلت كلها عليهم. هذه الفترة عدوا بها شخصيات معينة صرفوا عليهم وعلموهم ودرسوا شخصياتهم، وبالتالي يعني هذه الزبدة التي جاءوا بها لحكم العراق هم يعرفون تصرفهم ويعرفون ماذا لماذا جاءوا بهم، ولديهم مشروع هو من البداية. يعني الآن تتكلم أنت بعد أكثر من 20 سنة نفس الفشل ونفس الدمار، لأن المشروع هو هكذا، هو مصمم أن ترعاه كوادر مثل هذه لكي يبقى فاشلا، وهم ذولا المجموعة هؤلاء من الفشلة هم الذين يقودون هذا الـ هذا الـ هذا الموضوع. يعني كنت أقرأ قبل أيام أو قبل فترة عن
الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية عندما كان الصراع بيناتهم والحرب الباردة، يقال إن كان صحيحاً أو خطأ، يعني كانت القصة هكذا مؤلفة ولكن بها معاني كثيرة. يقولون إن الولايات المتحدة CIA اختارت واحد من الشخصيات الكبيرة في الاتحاد السوفيتي، وكانت مهمته فقط أن يختار السيئين، يختار الفاشلين لإشغال المواقع المهمة، لذلك انهار الاتحاد السوفيتي. الآن مثل ما يقول أخوتنا في مصر مقاول الأنفار، أمريكا اشتغلت يعني عملت هكذا مقاول أنفار، فجاءت بالفاشلين لكي يبقى المشروع منهارا في العراق، هكذا جاءت بهم كلهم. أنت عندما تلاحظ هم خرجوا على الشاشات في الفضائيات وقالوا يعني كنا فشلة، وواحد من عندهم كبيرهم نور المالكي قال نحن كنا فاشلين وأنا أول الفاشلين ولن نورط نفسنا والشعب عليه أن ينتخبنا. الآن عندما تنظر إلى المشهد السياسي في العراق تجد أن المالكي هو من يقود هذا المشهد وينظر للناس ويتكلم بطريقة وبأخرى، والكل يدورون حوله ويدورون حول أفكاره، وأفكاره هذه كلها تكررت. كثير منهم خرجوا إلى الشاشات وقالوا نحن فاسدين، مجموعة من الفاسدين سرقنا وأموال، لكن ما زالوا يختارونهم ويأتون بانتخاب ما يسمى بالانتخابات وإذا بهم في مجلس النواب أو في مراكز وزارية كيف، ويتهمون الشعب أنه هو الذي اختارهم، والشعب براء من هذه القضية الحقيقة، لم يتدخل في هذا الموضوع، وآخرها الانتخابات الأخيرة يمكن 90% من العراقيين لم يشاركوا بها. فبالتالي هي القضية مصممة لكي يكون هؤلاء مجموعة من الفاشلين هم الذين يرعون هذا المشروع، لأنه عدا هذا أنت تأتي بمن لديه عقل، بمن لديه قدرات، بمن لديه رؤية، لا يمكن أن يقبل بهذا المشروع، لا يمكن أن يكون طرفا فيه، لا يمكن. يعني الآن تحدث لي عن أي واحد يدخل في العملية السياسية ويتحدث عن نجاح ويتحدث عن بناء ويتحدث، كذاب 100% كذاب، إما أن يكون مخشوشا هو وسيكتشف أنه هو في وهم كبير، أو 100% كذاب ويسعى إلى الكسب ويسعى إلى أن يكون جزء من هذه العملية اللي فيها فساد يستفاد من عدها ليس أكثر، لأنه شكل العملية بعد 21 سنة شكلها فساد ومحاصصة وخراب ودمار وطائفية وفكر غير وطني وفكر غير نزيه. فبالتالي أنت ورهن للإرادة الوطنية والإرادة الإرادة المجتمعية كلها لأطراف معينة، فأنت بالتالي عندما تدخل في منظومة تقود هذا البلد أنت جزء من هذه المنظومة التي تخرب البلد، فجزء من هذا الفشل والحقيقة. وعندما تنظر الآن إلى الوزراء أو حتى القيادات التي جاءت من عام 2003 لحد الآن، عدد لي شخص واحد فقط ليقولوا لنا هذا شخصية كان لديه عقل ورؤية وتفكير ومو فاشل أبداً، كل أفكارهم كل طروحاتهم فاشلة لا تتناسب مع واقع الحال، لا تتناسب مع واقع العراق. هذا الذي حصل. مساء الخير دكتور قحطان. مساء الخيرات والبركات أخي عليك وعلى المشاهدين وعلى السيد الضيف والكادر الفني الذي يقف خلف الكواليس. شكرا دكتور. دكتور الكل مراقبين محللين معارضين مناهضين يهاجمون عملية تدوير الوجوه السياسية أو الكيانات أو الطروحات القديمة اللي في العملية السياسية. طيب السؤال، ماذا لو دفع بوجوه جديدة في العملية السياسية؟ هل ستتغير نظرة الرأي العام؟ المجتمع العراقي يتغير الموقف، يحسن الظن بهذه الوجوه الجديدة؟ أم أن القضية الحقيقة بالأساس متعلقة بالأسس والركائز التي يقوم عليها النظام السياسي؟ حتى ولو جئت بوجوه يعني الأكثر حداثة الأكثر مستوردة من اليابان أو كوريا الجنوبية. أكرر الترحاب بك أخي العزيز. أهلا دكتور. وقبل ما أدخل في صلب موضوع هل الوجوه الجديدة أو الآلية الدفع بوجوه جديدة ترفع من شأن العملية السياسية أو تقدم شيء للعراق، هذا السؤال بالتأكيد مفروع ومهم جدا. قبل أن أقول هذه الفكرة أو هذا الموضوع أقول شيء على العجالة، أن تقييم الحالة في العراق بين الفشل والنجاح تحتاج أيضا لقراءة قد تبدو غريبة كما هو حال العملية السياسية الغريبة. أنا أرى العملية السياسية ذاتها فاشلة لا شك،
ولكن الرموز العاملة في العملية السياسية لا أراهم فاشلين، بل أراهم ناجحين. كيف؟ لأنهم استطاعوا أن يمرروا الفشل كما يريدون وكما يقنعون الآخرين. بمعنى أن عندما أوتي بهؤلاء لكي يبدعوا بأن يمرروا الفشل، إذن هم لهم من النجاح، واضح كلام، أرجو أن يفهموني، بأن يصيروا الحق باطل والباطل حق، وهذه إمكانية غير طبيعية حقيقة الأمر. لذلك للأسف الشديد الآن رغم اعترافهم بأنهم فاشلين، بأنهم فاشلون، وقناعة الآخر العراق كلته بأنهم فاشلون، ومع هذا نشوف أن العراقيين يذهبون أو يبحثون عن هذه الوجوه أو وجوه بديلة. هل الوجوه البديلة ستدفع بها هذه الوجوه الكالحة الفاسدة ستحسن الإنتاج، ستحسن الصورة؟ الجواب لا. عند الواعي، عند الذي يقرأ الأمور من حيث مصدرها، لا يرى في ذلك نجاح. لأنني أنا أو أي شخص عندما ترشح حضرتك أو أي شخص ينظر أساساً إليك أنت الذي رشحته. عندما تكون واعي وقادر وذا مسؤولية، أكيد ستكون المسؤولية والوعي والمقدرة حاضرة في الاختيار. أما أن أكون أنا غير إيجابي، سلبي، ذاهب باتجاه السيء، لا يمكن أن أدفع بشخص نيابة عني لكي يقوم بشيء يخالف منطق توجهي. إذن هذه الوجوه التي تدفع، التي تسمى جديدة، كما شاهدنا في أيام أو بعد تشرين، عندما انتقى تشرين بعض الأشخاص، وعندما غرر بعض المسؤولين في بعض الشخوص اللي ظهروا في التظاهرات وانزلقوا العملية السياسية الباطلة، أرادوا أن يقولوا أن هؤلاء بدلاء من داخل العملية التشرينية، ولكن لأنهم فاشلون وأنهم غير صحيح من هذا الوصف الإيجابي، نراهم انهاروا وانتهوا وانكشفت كل أوراقهم. إذن لا نفع بالمرة من ترشيح أي شخص كان من هذه المجموعة لكي يستبدلوا به الصورة أو يستبدلوا به المنظر العام، بل الحقيقة والأساس للتغيير دائما نقول هو بتغيير العملية السياسية برمتها، بشخصها، بآلياتها، بتشريعاتها. دكتور رافع، الحقيقة كل الانتخابات التي جرت خلال 20 عاما الماضية بالوجوه القديمة، بالحرس القديم والوجوه الجديدة التي دفع بها لاحقا، الكل فشل في تحقيق الهدف من عقد انتخابات، إخراج العراق من هذا المأزق، بل العراق واصل طبعا أيضا السير نحو يعني الانهيار، وكذلك أيضا لم تنقذ العملية السياسية من هذا المصير الذي آلت إليه. انتخابات 7 دورات، وجوه قديمة ووجوه جديدة، لكن الفشل كان الحقيقة هو يعني حليفة أو مصيرها النهائي. لأنه أساساً أستاذ ماجد، ربما قلناه في أكثر من مرة، هناك خلل بنيوي في العملية السياسية أساساً نفسها. نعم. فلذلك مهما بدلت الوجوه، مهما بدلت استمرارها، هو هذا مصممة بهذا الشكل، هي مصممة لأن تكون بهذا الشكل، لأن يكون عطائها ومخرجاتها بهذا الشكل. قبل مدة كنت أقرأ في رسالة علمية واضعين بها 5 أو 6 عبارات ومتابعين كل الخطابات والبيانات التي صدرت عن القوى السياسية في العملية السياسية من عام 2003 لحد الآن، كل أحزاب وقوى وشخصيات. من ضمن هذه العبارات عبارة وطني، عبارة فساد، عبارة طائفية، أمريكا، ممكن 5 أو 6 عبارات. من ضمن العبارات التي يعني وجدتها مكررة بنسبة عالية جدا جدا، مثلا الوطنية، وجدت أنه 98 من ضمن هذه الدراسة 98 و6 أعشار من الخطابات التي ألقيت أو البيانات التي قيلت أو خرجت من العملية السياسية من قواها خلال هذه السنوات، خلال هاي العقدين 98 و6 بالعشرة من عندها تتحدث لازم أكو كلمة مفردة وطني. هذا يدلل على أنه حتى الفشل يدلل على أنه لديهم عقدة كبيرة بهذا الاتجاه، لديهم عقدة بالإرادة، أيضا الإرادة والاستقلال، واحدة من المفردات، كل هذه عندهم عقد، هم يعرفون أنهم يعني غير معنيين بتحقيقها، لذلك يتحدثون عنها بطريقة أو بأخرى. هم يعرفون بأنهم مجموعة من الفاشلين،
لكن يتحدثون عن النجاح وعن التفوق وازدهار العراق وأنت عندما تنظر إلى الواقع تجد أن الواقع يختلف عن هذا الكلام 100%. يعني لا وجود لتطبيقات هذا الكلام الذي يتحدثون عنه على الواقع هم. فبالتالي يكون حكمك كمجتمع كشعب حكمك على هؤلاء بأنهم مجموعة من الفاشلين وحقيقة هذه، وبالتالي تذهب إلى يعني هل هم لوحدهم الذين يمثلون الفشل أم الإطار الذي يجمعهم؟ تجد أن الإطار الذي يجمعهم هو أيضا فاشل مثلهم، وهذه مخرجاته، مدخلات هذا الإطار هم هذا الشخوص، هذه القدرات الغير طبيعية وغير حقيقية، والوعود الكاذبة والخطابات الكاذبة والخطابات التفتيتية، فستؤدي إلى نتائج إلى مخرجات بهذا الشكل. لذلك لم نجد شيئا في العراق خلال 20 سنة يؤكد على أي نجاح. يعني العراق الآن هل تستطيع أن تقول لي هو دولة؟ هل فيها مؤسسات؟ هل فيها خير؟ هل فيها تقدم؟ هل فيها على مستوى التعليم، على مستوى الصحة، على مستوى الخدمات، على مستوى كل شيء، الاقتصاد، السياسة، الرؤية الآنية والمستقبلية؟ غير موجودة الحقيقة، مجرد لغو، مجرد كلام ليس أكثر، مجرد خطابات، مجرد يعني فقاعة صوتية ليس أكثر، نسمعها في كل وقت وتكرر على أسماع الناس. والناس بعضهم من رضي في أن يقبل بوظيفة ويأخذ منها مرتب وقبل بهذا اللغو كله، لا يعني لا يدخل حتى عقله، من إذانه يخرج، لكن قبل بهذا الوضع لأنه يستطيع أن يحصل على مال معين يعني يمشي به حياته، أو تعبه أو خاف من الأوضاع. يعني جزء من عندهم خوف وقسم من عندهم لا مبالاة، وأوصلوا الناس إلى هذا جزء من محاولات الفشل. وهذا الفشل هم بنتاجات وبلعبة كبيرة، يعني هو لا يأتي الفشل هكذا. لذلك أنا قلت في الجواب الأول الأمريكان صرفوا عمل كبير جدا قبل 2003 على اعداد هؤلاء المجموعه، اختيارهم اولا واعدادهم ليكونوا فاشلين بهذه الطريقه. ولا انت تنظر الى هذه الصور، من منهم يمتلك عقليه وقدرات تستطيع الاعتماد عليه وتعرف انه منطقه سليم ورؤيته سليمه ويتابع وينظر الى الامور برؤيه عقلانيه ومنطقيه؟ ابدا، غير موجودين. فبالتالي أنت أمام بلد يقاد من مجموعة من الفاشلين، أين سيؤدي به الحال؟ سيؤدي به الحال إلى كارثة، والكوارث مستمرة في العراق. أشكرك مع الأسف. أستأذن من الضيفين الكريمين ومن المشاهدين الكرام، نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار. العراق قصيدة الشعراء، الحاضر الدائم بأصوات عراقية وأخرى عربية. ودجلة والفرات العذب ملح أجاج من دموع المتعدين. عراق المجد والتاريخ يشكو فراق الأهل والمتعاطفين. كثيرون من يتطلعون بإبداعاتهم إلى انتزاع حرية مأمولة وحياة تليق بشعوب تستحق. الصاعدون إلى السماء جهارا، رسموا لمن ورث الثرى آذارا، وتكاثفوا في الغيم حتى يهطلوا في حضن بغداد الهوى أنصارا. محمد سيدي فاضت بك النعم، وليس دونك دين فيه نعتصم. تابعوا برنامجنا أسبوعياً على شاشة قناة الرافدين، بيت القصيد، الكلمة التي تصنع الأثر وتسعى إلى تحقيق الأفضل وتنتصر للإنسان. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من برنامج طاولة حوار. تبحث الحلقة في تدوير العملية السياسية لوجوهها السابقة
وطروحاتها القديمة البالية. ضيفة الطاولة الدكتور رافع الفلاحي والدكتور قحطان الخفاجي. دكتور قحطان، إذا الدفع بوجوه جديدة تحركها طبعا قوى السلطة القديمة، الحرس القديم، لم يغير من واقع العملية السياسية شيئا، واصلت الحقيقة سيرها نحو الانهيار والتفكك، وأيضا هذا طبعا ترتب عليه انهيار في العراق. فشل هذه الخطة، فشلت، لماذا لا يتم التوجه إلى تغيير أسس العملية السياسية وقواعدها الطائفية والإثنية، لعل هذا الإجراء ينقذ العملية السياسية وبالتالي ينقذ العراق؟ عملية التغيير إذا كانت فيها مطلب العراقيين الأحرار سواء أو بعد 20، لكن هذا عملية التغيير ليست مطلب أساسي للقائمين على العملية السياسية من هذه الذيول، ولا هو مطلب لأمريكا التي وضعت هذه العملية السياسية. لأن أولا بالنسبة لأمريكا إذا ما غيرت معنى أن هناك خلل كبير في مدركاتها في إدارة بلد هي تكفلت بإدارته وبإعطاء نموذج الديمقراطية في المنطقة. إذا سلوك أمريكا هذا سيعري أمريكا ومدى مصداقيتها في المنطقة. اثنين، ما يخص القائمون على الرموز العملية السياسية الحالية، هم مصلحتهم وآمالهم كلها منكبة على هذه العملية الفاسدة، وبالتالي لا يمكن يذهب بتغييرها. إيران كذلك الطرف المؤثر في العراق والطرف الأساسي الثلاثي المؤثر في العراق، أمريكا كيان الصهيوني إيران، أيضا لا تريد تغيير، لأن في تغييرها قد تفقد فعاليتها وتفقد تأثيرها وحضورها المميز من خلال ذيولها الفاعلين في العملية السياسية. إذن القوة الاحتلال الثلاثة الكيان الصهيوني أمريكا إيران لا ترغب التغيير. العملية السياسية برموزها الحالية الفاسدين وحتى بالذين يقفون خلفهم من رجال دين مضللين أو من شيوخ عشائر من هذا الوقت اللي يقول لا خطوة ولا فسفورة، كلها لا يرغب لهم أو لا يحلو لهم تغييرها. أما المواطنون العراقيون المخلصون بالتأكيد راغبون للتغيير وأعطوا دم من أجل التغيير، ولكن المسألة ليست سهلة، لأن التغيير يعني محاربة كل من الكيان الصهيوني أمريكا إيران والأقزام الذيول في الداخل. إذن المهمة صعبة، لذلك دائما نقول على الشعب العراقي هو الذي يقوم بهذه المهمة بانتفاضة شعبية كبيرة عارمة، وإلا لا يرتجى من الفاسد أن يسرق تلفزيون بيتك حتى يروح يصلحه لأن الصوت واطي ورجع لك إياه من النوعية المتقدمة. لا، هذه كذوبة على الذات وعلى النفس. فالعملية السياسية لا يرتجى تغييرها، لا يرتجى تغييرها من الداخل، لأنهم عايشون على حالة الفساد، والقوة السياسية التي عملت عملية العملية السياسية لا تريد التغيير لأنها تخشى من إتيان جماعات عراقية ناصحة تعود بناء العراق، وبناء العراق حتى بشكله البسيط هو يشكل خطورة للكيان الصهيوني لإيران لأمريكا. لذلك العراق أمام الوطنيين منه مهمة صعبة كبيرة جدا، ومع هذا لا نيأس لأن الله قوي والشعوب قوية بالتأكيد، ولكن هذه القراءة الحقيقية للواقع. إذن عملية التغيير لا يسعى لها رموز العملية السياسية الفاسدة، ولا تسعى لها القوى التي نصبتها والتي حددتها والتي أعطت توجهاتها العامة. الشعب العراقي الوحيد الذي يريد التغيير الشعب الوطني الحر، لذلك مهمة تقع عليه. المسألة ليست سهلة، ولكن مع هذا وذاك هناك ظروف إقليمية دولية تدفع بضرورة التغيير. هذا التغيير وإن كان نسبي، نتمنى من الجهات العراقية الوطنية أن تعي كيف تكون لها حضور، يكون لها حضور في هذا التغيير، على تمسك بجانب من العمل لصالح العراق وتنقذ العراق مما هو فيه. إذن التغيير ليس سهلا ولكن ليس محالا. نعم. دكتور رافع، الكاظمي أعلن عن رئيس الحكومة السابق عن نيته أن يشكل كيان أو حزب باسم التجمع الوطني لخوض الانتخابات القادمة. تصنيع أحزاب أو كيانات أو تيارات جديدة بأسماء وطنية، هل تعتقد أن سيقنع الرأي العام في العراق لإعادة انتخابها وحملها إلى البرلمان ومقاعد السلطة؟ والحقيقة هذا أسلوب جرب
وفشل وانكشف، لكن الجماعة يبدو مصرين عليه، ليس أمامهم من خيار آخر إلا هذا الخيار، تصنيع كيان باسم وطني وطرحه إلى الرأي العام. تنطلي هذه اللعبة على الرأي العام؟ أستاذ ماجد، قبل أن أجيبك عن هذا أريد فقط أعقب على موضوع قبل قليل كنت تسأله وجاوبك الدكتور قحطان كثيرا عنه. أريد أن أضيف لهذا الموضوع، تبي حسابات يعني أمام سؤال يعني لماذا لا تغير العملية السياسية وجهها وتغير أسلوبها وطريقتها؟ أنت تذهب إلى معادلة الربح والخسارة، حسابات الربح والخسارة، من هي الأطراف التي تحسب هذه القضية؟ إذا كانت حسابات الربح والخسارة كل الأطراف اللي أشار لهم الدكتور قحطان اللي هي أمريكا وإيران والسلطة العملية السياسية وأحزابها، ستجد أنه ربحها في استمرار هذا الوضع، لأنه فسادها سلطتها خرابها، الأمريكان خراب العراق ودماره مستمر وهذا مشروعهم مستمر، إيران ضعف العراق يبقى العراق ضعيف ومفتت، وهذا كل جزء من هذه العملية التي بدأت من عام 2003 لحدنا وبدأت قبلها ربما، يعني حتى بسنوات الحصار كانوا يريدون يهيئون الوضعية الأرضية لهذا الموضوع، في حسابات الربح والخسارة بهذا الاتجاه. لذلك هم يعرفون والأمريكان يعرفون الإيرانيين يعرفون أن الشعب الوحيد الشعب العراقي الوحيد في حسابات الربح والخسارة سيبحث عن الربح، وهذه وجود هذه واستمرار هذه خسارة. لذلك تحدثوا وكان الحديث دائما الخطابات أنه لا أحد يسوي لنا تظاهرات، لا أحد يخرج تظاهرات، لأنه أنتم تريدون تخربون النظام وتودون إلى المجهول، كان هذا الحديث حديث كامل، تودون إلى المجهول، تودون إلى المربع الأول، وما هو المربع الأول؟ وكأنه العراق خرج من هذا المربع، مربع الطائفية والخراب والفساد والدمار واللا دولة واللا سيادة ولا استقلال، وكأنه العراق خارج من عده وما خارج من عده، هذه واحدة. إضافة إلى خطاب ديني أنه هذه أحزاب الشيعية الآن جت من أجل المظلومية، وهم ليس لهم علاقة لا بالشيعة ولا بالعراقيين ولا هم يحزنون، واحدة من الخطابات. إضافة إلى الخطاب الآخر أنه إحنا أعطيناكم رواتب، وهذه الرواتب يعني مجزية بالنسبة لكم وما كنتوا تحصلون عليها، هكذا الكلام. والآن بعد كل هذه السنوات ظهر حتى هاي قضية الرواتب واللي منعوا بها الناس من أن تشارك في ثورة تشرين وحددوهم وخوفوهم أن نطردكم من الوظائف إذا ما ذهبتم إلى ساعات الاعتصام وساندتوا ثور تشرين. الآن وصلت إلى الحالة أن الموظفين بدأوا يتظاهرون في الشوارع، يريدون زيادات، يريدون قانون جديد للوظائف. الدولة هكذا، الدولة المفترضة ما موجودة دولة، لكن السلطة اللي موجودة غير قادرة أن تزيد رواتبهم، غير قادرة. الآن تدفع 81 مليار دولار سنويا على الرواتب، إذا ما تماشت مع طلبات الموظفين وطلبات الشعب بالتعيين سيذهب كل المبلغ الذي يأتي من النفط واردات النفط إلى رواتب. هل يقبلون وماذا سينهبون ولماذا يحكمون؟ هم جاءوا من أجل هذه المكاسب، فبالتالي هذه القضية ستؤدي إلى تصادم، هذه واحدة. وكما قال اليوم السوداني يقول عن أي سيارة تتحدثون وإحنا نستورد قمح من الخارج وعندنا النهار. جزء من عندها الآن يعترف أنه لا سيادة، هو يدافعون عن السيادة ويعني نحاودنا بالسيادة. نعم، صدعوا رؤوسنا بالحديث عن السيادة المتوفرة، وبالتالي يقول يا سيادة وإحنا ما عندنا سيادة. نعم، هاي واحدة. الثانية عندما يأتي شخص مثل حضرتك تسأل عنه مثل مصطفى الكاظمي، نعم، ويسوي لنا تيار وطني. أولا الاسم هذا الوطني، تجمع الوطني أو التيار الوطني، هاي قضية الوطني تشكل عقدة عندهم، مثل المجرم اللي يعني يدور حول جريمته، يعني هم يعرفون أنه هذه ما موجودة بقاموسهم ولا وغير مكلفين بها، لذلك يتحدثون بها ويتحدثون عن استقلال ونزاهة ومع كلها ما موجودة، وعدالة ومظلومية كلها ما موجودة هذه. فهذه القوى التي يعني تأتي بهذه الخطابات من ضمنها، هل تستطيع أن تقنع الشعب أم لا تقنع الشعب؟ هل يقتنع بها الشعب؟ هم أساساً ينظرون إلى الشعب نظرة دونية، هم يعتقدون يعني يستهزئون بالشعب. ولا واحد مثل مصطفى الكاظمي ولا واحد مثل العبادي ولا واحد مثل المالكي وثمان سنوات من الخراب والدمار وهو يطلع بالشاشات يقول احنا فاشلين، وواحد مثل عادل عبد المهدي، لماذا هم هؤلاء ما زالوا على الساحة وما زالوا يحكمون وما زالوا يتحكمون؟ طيب مو هذا الكاظمي اتهمته الميليشيات الحاكمة، قالوا فاسد وعميل وما اعرف منه قتله، الآن يأسس تيار لوش يروح حتى للانتخابات
ويقول الشعب انتخبني. هم يستهزئون بالشعب، يستهزئون بهذه القدرات الشعبية، يرون أن الشعب لا قيمة له، يعني صفر بالحسابات، صفر يساوي صفر، وزنه صفر. هم يعرفون، يعتقدون أنه أمريكا هكذا، أمريكا صممت هذه العملية السياسية وهم جربوا هذه القضية طوال هاي 21 سنة، سووا انتخابات، هم يحددون من الفائز ومن الخسران، يحددون شكل الانتخابات، هم هكذا يحددون طبيعة الحكومات التي تشكل سياساتها ومنهجها، هم يحددوها، هذا وضعيتها وتصرفاتها مع الآخرين وخطابها يحددونه، ما لهم علاقة بالشعب الحقيقة. الشعب غاياته، ايش يريد الشعب كذا. الشعب طلع بثورة تشرين ضربوا بالرصاص، وقبله أي تظاهرة ضربوهم بالرصاص وقتلوهم. شباب حلوين سحلوهم بالشوارع بالناصرية وبغداد وبالنجف وكل مكان. هكذا ينظرون للشعب، ينظرون نظرة دونية، نظرة استهزاء بالشعب. لذلك جزء من هذا الاستهزاء أن يأتي واحد مثل مصطفى الكاظمي، قمة عنوان للفشل، والتجربة العملية أثبتت هذا، يشكل تياراً اسمه يعني تجمع الوطني، تجمع الوطني، لكي يشارك بالانتخابات القادمة، ويسمونها بالانتخابات القادمة لكي تستمر العملية. ما هذا الإصرار على هذا الموضوع؟ ما هذا الإصرار على تدوير هذا الفشل، بقاء هذا الفشل على الساحة؟ هذا أولاً استهزاء بالشعب، استهزاء بالمكونات، معرفة مسبقة أن هؤلاء الشخوص يجب أن يبقوا على الساحة لكي يستمر هذا المشروع، مشروع الذي دمر العراق من عام 2003 لحد الآن. دكتور قحطان، الحقيقة يعني نسمع بين الفينة والأخرى دعوات في الداخل والخارج، وخاصة مصطفى الكاظمي، وحتى طرح برهم صالح مشروع المصالحة، تأسيس عقد سياسي جديد، عقد اجتماعي وسياسي جديد. وهناك من يقول من المراقبين والناشطين الحقيقة يعني يتهكم أنه هذه العملية، أنه نفس الوجوه التي ساهمت بتدمير العراق تبني نظام سياسي أو العراق مثل اللي يبني حمام جديد بطابوق قديم كما يقول المثل الإنجليزي، لأنه يعتمد نفس الأدوات والشخصيات السياسية المسؤولة عن الفشل والانغلاق. هذه نغمة العقد السياسي الجديد، يعني ما الذي ستقدمه لنا؟ نسوي عقد جديد. ومثل ما قلت، وانت منو يا فلان حتى نترجى منك شيء ايجابي؟ نعم. انت مركب من فساد، من انحراف، من تبعيه، من طائفيه، من تخندق ضيق، من 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 كل الصفات السيئه القذره، اجر لكم الله وجل السامعين، هي متركبه بهذه النماذج. يعني هم معجونين من من, من, من رذيله الى رذيله. وبالتالي هذه المسميات كما قال زميلي قبل لحظات، ان نقصهم هذا نقصهم، انهم كالعاهره تتحدث عن الشرف اجل الله السامعين، كاللص يتحدث عن الاخلاص او ما شابه ذلك. وحتى الفاسد في الدين نرى اكثر من رجل الدين الناصح يتصدق بمسميات والفاظ يعتمدها الدين. إذا نحن أمام مجموعة، هم ثبت كما لا يقبل نقاش فشلهم، تبعيتهم، انحرافهم، وبالتالي لا يمكن أن يرتجى منهم. ولكن هم لا يمكن إلا يقولوا هذا، لا يمكن يقولوا أننا ذاهبون باتجاه الرذيلة، ولا يمكن يقولوا أن نكون حزب لا وطني. كاظمي الآن بعد خيانات عدة، وهو طرف في CIA الأمريكي ونموذج سيء وسيء بامتياز، الآن يصبع نفسه أنه يكون زعيم لحزب يتقدم للترشيحات. أي مهزلة هذه؟ بل أنا لا أستبعد إلى أنه قد دفع من بعض القوى السياسية الفاعلة الآن، لكي بعد حين يتأمون مع بعضهم ويكونون تركيبة خاطئة أخرى تدير البلد. إذن نحن لا يمكن نترجى من هذه المجاميع فعل حقيقي إيجابي، ولا يمكن أن نسمع أيضا كلام عنهم منهم سيء. لا، هم يتحدثون بأحلى ما يكون، ولكن فعلهم بالتأكيد هو أسوأ ما يكون. وبالتالي أنا استغرب نهائيا من أن يكرروا هؤلاء أنفسهم بالمصطلحات والآليات الوطنية. هم ادعوا كاظمي أنه ملبي للطلبات التشريعيين وللشعب العراقي، وهو أسوأ نموذج، لأنه كان جزء من صرورة أو من أدوات الفاعلة للCIA في لملمة القوى اللي سميت القذرة إعلامياً وعسكرياً وما شابه ذلك. ف
فهو دورة في السابق كدر للغاية، ودورة أيام التسنم السلطة في الزمن الأكبر أيضا كان سيء للغاية. هذه النهجة بعينها أن العراق يستمع إلى الفاسدين وهم يتحدثون. دكتور، تعتقد أنه هذه لعبة تصدير وجوه سياسية أو كيانات بأسماء وطنية أيضا هذه لعبة انكشفت وافتضحت ولن تنجح كما يعني كما فشلت بقية الخدع والأحابيل والحيل السابقة؟ بالتأكيد، ودل على ذلك الانتخابات الأخيرة، حتى الذي ادعى إلى أنه من تشرين لم يحصل على شيء بالقياسات، ولكنه ارتمى إلى جهات أخرى وحصل على شيء بسيط، علما أن اندفاع وانزلاق العملية السياسية لهذا التشريني المزيف كانت بدافع من قوة سياسية فاعلة وبتمويل. وأنا مسموع لكلامي، تحدثت مع أطراف معينة في العملية السياسية أو من الذين ذهبوا العملية السياسية باسم تشرين، قلت لهم ما إلى أين ذاهبون أنتم؟ قالوا ذاهبون إلى حيث اتفقنا مع قوة سياسية على المصحة. إذن هم ذهبوا بإرادة القوة السياسية المتنفذة، فأي وجوه جديدة قادمة ستكون كالحة بل سوداء أكثر من الذين رشحوهم. ثم عدم فوز القوى السياسية في الانتخابات الأخيرة إلا بنسب متدنية دلالة على أن العراق اقتنع بتفاصيل اللعبة وعرف كيف يتعامل معها. لذلك أعتقد الانتخابات القادمة إن حصلت سيكون المقاطعة أكبر وتكون الخيبة أكبر، رغم أنهم سيتمسكون بالتأكيد لأن التزوير سيد الموقف، ومع هذا العراق ينطي للعالم حقيقة أنه شعب واعي أدرك اللعبة ويحاول تغييرها عن طريق القوة، عن طريق السلوك الحضاري في التغيير بالتظاهرات والاعتصامات والأشياء السلمية. نعم دكتور رافع، يعني هذه قضية هذه الألاعيب أو الحيل السياسية، تصدير وجوه جديدة، كيانات جديدة، أنه هذه نزيهة لا علاقة لها بكل المستنقع الفاسد والآسن قبل بعد عام 2003، تعتقد ستنقذ العملية السياسية؟ الحقيقة تفك الخناق عن رقابها؟ ما زالت قوى السلطة تجرب. نعم أستاذ ماجد، يعني دعني مرة أخرى أيضا يعني أتحدث بالموضوع قبل أن أجيبك. في قضية الحديث عن الوطنية، فاتني أن أذكر حديث عن الوطنية، عن النزاهة، عن العدالة، عن السيادة، عن الاستقلال، حقيقة أيضا عندما يتحدثون عنها فيها إساءة مقصودة لهذه المفردات. يعني عندما يتحدث ما هو كل هذه العبارات أو كل هذه المفاهيم ملتبسة يحاولون أن يصدرونها أو يسوقونها للمجتمع للشعب بطريقة مشوهة، يعني الوطنية صارت سبة. لذلك في ثورة تشرين بالبداية عندما خرج هؤلاء الصغار العراقيين ذول الحلوين اللي قتلوهم بالشوارع، يعني دكتور التمسح بقضية الوطنية والنزاهة والصدق يعني سيعطيهم سك براءة يعني من الرأي العام في العراق؟ لا طبعا، بس هم يحاولون أن يشوهون هذه المفردات لكي يعني التعاطي بها، تسويقها بالشعب، تسويقها مجتمعيا ملتبس. يعني ما هي الوطنية؟ لذلك أنا أتحدث عن ثوار تشرين، عندما خرجوا قالوا بالبداية أنهم بعثية، نعم. مجمع صداميين بعثية ما أعرف منه، قالوا يا با هؤلاء يعني أكبرهم لا يتجاوز 20 سنة، عندما حصل 2003 كان عمره 3 سنوات أو 4 سنوات، لم يوعى على البعث ولا إلى علاقة بالبعث. قالوا طيب هؤلاء أبناء أمهاتهم البعثيات، الرفيقات البعثيات، وأيضا ظهرت الصور هؤلاء من مجتمع بعدين قالوا جوكرية فقير وأمهاتهم تعمل في ما لهم علاقة، قبل الأخير وصلوا إلى الجوكرية. هذا التسويق المستمر جزء من عنده أيضا، حتى التسويق عندما يخرجون شخص يتحدث بالوطنية والشعب كله يعرف أنه هذا عميل، هذا يدلل على أنه بعدين طلع السفير البريطاني طلع قاعد ويا الجماعة وهم حزين على حسين. نعم تفضل، هذا جزء من عنده، جزء من عنده، هذا محاولة لتشويه كل القيم، تشويه كل شيء. جزء من عنده هذا المفردات الوطنية، وطني وهو يتكلم عن النزاهة وهو فاسد وكل الناس تعرفه هذا فاسد. إذن النزاهة هي بها خلل حتى يشعرون الآخرين
انه السياده يتحدث عن السياده والسياده هم مخترقيه، يحسسوك ان السياده غير شكل. هذا جزء من تسويق لهذه القضيه. اما ان يغيرون او الاعيب وحيه لانقاذ العمليه السياسيه وايقاف تدهورها ستنجح؟ لا يمكن، لانه بالتالي هي الاطار مالها مصمم بهذا الشكل. وبعد 21 سنه اثبتت هذه العمليه. بس الاطار مقدس دكتور، ما يقدر يتغير. هو مو منزل الاطار. هو لا يمكن ان يكون منزل، لا يمكن ان يكون، ولا العمليه السياسيه منزله. نعم. لكن قوى تحكمها، يعني تحميها بالبنادق وتحميها بقوى خارجيه اقليميه ودوليه. هذه القوى لا تسمح بالتغيير، لا ممنوع التغيير، ممنوع التغيير، لانه مصالحهم تنضرب، مصالحهم تذهب الى هباء. هم استفادوا من هذا، هم وافقوا من البدايه، وافقوا. لذلك هو هذا يعودنا الى بدايه البرنامج. هؤلاء لماذا هؤلاء الشخوص مستمرين؟ مالكي وغيره والعبادي وما اعرف منه وعادل عبد المهدي ومصطفى الكاظمي وغيره وغيره والجعفري يستمرون، لانه هؤلاء هم وافقوا من البدايه، وقعوا حزب دعوه وغيره وقعوا على استمرار هذا المشروع، على حمايه هذا المشروع. هذا القطار عندما وضعوه الامريكان على السكه، ايران وافقت عليه، وهذه القوى وافقت عليه، وجاؤوا به للعراق. لذلك وصلوا للعراق لهذا المستوى. إذا ما تغير الشكل، إذا ما ذهبوا إلى الوطن، سيتغير الوضع، سيتغير البرنامج. لم تعد العملية السياسية موجودة، لم تعد المحاصصات موجودة، الشعب سيحكم، هؤلاء سيضربون، سيقادون ويذهبون إلى السجون ويحاسبون عن كل فلس سرقوه من الشعب العراقي خلال 21 سنة. هذه ليست في مصلحتهم، لذلك حسابات الربح والخسارة هنا أيضا تتحكم. دكتور، هناك من المراقبين من يقول أنه من يريد أن يلتحق بالعملية السياسية وجوه جديدة شابة طازة، يعني توها طالعة من الباكيت، عليه أن يقبل بالأسس والقواعد للعملية السياسية. عدم قبوله بهذه القواعد غير مسموح له أن يلج إلى العملية السياسية، سيرفض، سيطرد وينبذ. الشرط الأول للالتحاق بالعملية السياسية القبول بقواعدها وركائزها وأسسها الطائفية والإثنية، هذا هو الشرط الوحيد. من يقبل أهلا وسهلا. دقيق الكلام؟ 100%. لا يمكن يدخل عملية سياسية جديد أو شخص جديد تحت أي مسمى لم يكن أساسا مزكى من قوة سياسية متنفذة وخاضع لها وموقع على بياض إن جاز لنا القول ذلك. ولا يمكن أبدا أن يأتي لمفرده، لذاته، لأفكاره، لقناعاته. مباشرة ستكون أمامه النزاهة وتقول أنه كان الصدام السابق ويخرج مباشرة. بمناسبة قلت قبل قليل جنابك أن كاظم الفينيتا أن يكون حزب سياسي، فأرجو أن يدلوني على عنوان أن أروح أسجل، يعني بحاجة جدا إلى أن أكون جزء من البطل مصطفى الكاظمي. هذه المجاميع أستاذ العزيز هي كما قلنا قبل قليل أنها تريد أن تقدم وجوه جديدة علها تكسب الشارع، وهذه الوجوه تصب نتاجها عند هذه القوى الفاسدة والوجوه الفاسدة. ذلك الوجوه الجديدة لا يمكن أن تقدم أساسا إلى الواجهة إن لم تكن قد قدمت كل الطاعة والولاء على بياض. ولعلنا سمعنا وقرأنا أن جانب من اتهامات التي وجهت إلى حلبوشي وأخرجتها أن هناك توقيع مسبق على بياض من قبل كذا، وسمعنا أيضا في بعض يمكن السمرائي أو غيره ما ذكر بالضبط أي للرئيس الكتل السياسية بين قوسين السنية يعطي أحد أتباع القسم مسبقا ولاء إلى هذا الشخص الذي هو رئيس كتلته قبل ولاء للوطن. إذا نحن هذه حقيقة لا يمكن أن نقفز فوقها ونصدق بالكاذبين أنهم الآن قد تغيروا وأصبحوا من الصادقين. نعم دكتور رافع، الحقيقة كل الذين التحقوا لاحقا بالعملية السياسية قالوا يعني إنما ذهبنا لعملية الإصلاح والتقويم من الداخل، لإصلاح الوضع السياسي من الداخل، لابد أن نلتحق ومن الداخل. طيب إذا كانت أسس العملية السياسية لا تسمح بالتغيير ولا بالإصلاح ولا بالتقويم، والكل من يريد أن يلتحق عليه أن يقبل بأسس وركائز العملية السياسية الطائفية والعرقية، هل هؤلاء عندما التحقوا كذبوا على الرأي العام العراقي أنهم ذهبوا من أجل الإصلاح والتقويم؟ أولاً بدايةً أستاذ ماجد، من يذهب هو قبل أن يكذب على الشعب والرأي العام ويكذب على نفسه،
هو يقنع نفسه بأن ما يقوله حقيقة وواقعا. تكفينا شرف المحاولة. نعم. ويدخل بهذه القضية. الحقيقة هؤلاء طوال هاي السنوات، وهو لو ينظر أي شخص يدخل العملية، هؤلاء جربوا من البداية، جربوا لنا الأفندي وأبو دجداشة وأبو عقال وأبو سدارة، كلهم جربوهم كوجوه لكي يدفعوهم هذه الوجوه لكي يقنع الشعب بهم، ما اقتنع بهم الشعب، بالتالي ذهبوا إلى البندقية. لذلك المالكي خرج مرة قال إحنا نخذناها بعد ما ننطيها. هو ما ينطيها شنو يعني؟ ما ينطيها أكو سلاح وأكو ميليشيات. لذلك الآن عندنا يمكن فوق 90 ميليشيا عندنا بالعراق، هذه كلها وهي تقول بشكل واضح نحن جئنا لحماية النظام السياسي. ما هذا النظام السياسي اللي تحميه ميليشيات وعصابات خارجة عن هم يقولون خارجة عن الـ عن الـ عن المألوف وخارجة عن السياقات وولاءها خارجي، هم يقولون. إذن هذه الميليشيات التي تحكم التي تحمي العملية السياسية تحمي مصالحها، وهذه الوجوه التي قدموها من أبو عقال وأبو الأفندي وأبو سدارة وأبو المعرف منه أرادوا أن يقنعوا الشعب بأن الوجوه تتغير واقتنعوا بها. لم يقتنع، لأن الشعب بالأساس هو أذكى منهم. الشعب ينظر إلى النتاج، أنت بشرعيتك بمنجزك، ما هو منجزك خلال 21 سنة؟ خراب وطائفية وتهجير وقتل وذبح وكفاءات راحت، والعراق من سيء إلى أسوأ، والعراق سيء وفساد وخراب، وكل قوائم الدنيا تعليمه أسوأ ما يمكن، الخدمات الصحية أسوأ ما يمكن، الخدمات العامة أسوأ، هذا كله أمام. وبعد 21 سنة نتحدث ما زلنا عن الكهرباء اللي محاضرة ودرجة الحرارة ما أدري قد توصل 70 ما أعرف قد. فهذه قضية كلها موجودة أمام الشعب. الشعب يعرف أن القضية ليست في الوجوه، ليست أن تجيب لي مصطفى الكاظم يقول لنا ما أعرف شنو التيار الوطني ما أعرف من هو ما أدري، يدخل لنا واحد جديد بالعملية السياسية يقول لنا راح أغير من الداخل، ما هي أسسها خريبة. أنت تدخل العملية السياسية مقتنع أن تكون مع شلة الفاشلين، مقتنع أنه أنت جئت للعملية السياسية حتى تستفيد، حتى تحمي مصالحك الخاصة، حتى تنمي مصالحك الخاصة وتكسب مكتسبات ليس أكثر. أما أن تغير من الداخل وهي بالقواعد الموجودة، قواعدها ثابتة، محاصصات وحصص موجودة، لن يسمح لك، لن يسمح لك. فأنت إذا تختار تدخل هذا العملية السياسية رضيت بشروطها، إذا أنت جزء من هذه الشروط وجزء من رعاة هذه الشروط وجزء من الفاشلين، هذا هي التكوين الصحيح. أما أي واحد يدعي عكس هذا جيت من الداخل حتى أغير، حتى كذبة كبيرة، لعبة يعني، يضحك على نفسه أو يقنع نفسه بالكذب، يكذب على نفسه ويصدق الكذب ويروجه ويسوقه، هذه ما عادت تنطلي على الناس وما عاد الشعب يؤمن بها. شكرا. في ختام حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار لم يتبقى لنا إلا نشكر ضيفيها، وهم كل من الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي هنا في الاستوديو، وكان معنا عبر سكايب أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي. إلى أن نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.